جامعة طنطا اليوم تفتح قلبها وأذرعها وأبوابها لكل الضيوف الكرام من مختلف الفعاليات ومن مختلف الوزارات والجهات في مصر. الأستاذ الدكتور محمود شاكل سكرتير عام منتدى إفريقيا الماضي والحاضر والمستقبل الذي تنظمه جامعة طنطا على مدى يومين الخميس والجمعة السادس والسابع من ديسمبر 2018. سعادة الدكتور برحب بحضرتك، ألحظ على وجه حضرتك ابتسامة وتفاؤل وأمل، لأن كل من تم دعوته من كافة الوزارات ومن كافة الجهات استجابوا رغم صعوبة الجو والطقس. شعور حضرتك إيه النهاردة؟ الحقيقة هو طبعا هو شعوري أنا في منتهى السعادة أن نرى أن جميع أجهزة الدولة الحقيقة بتتحرك في اتجاه واحد، استشعارا من ضرورة هذا الموقف وحتميته، بضرورة التعاون مع إخواننا الأفارقة. وبمناسبة ريادة مصر في عام 2019 بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيعني ده شيء جميل في كل المصريين، لأن احنا طول عمرنا عندنا الإحساس أساسا أن احنا أفارقة، ربما ما أخذناش أبعاد كتير على المستوى الاجتماعي بالنسبة للتقارب وكده. فحان وقتنا احنا كمؤسسات تعليمية ومؤسسات أكاديمية أن احنا نستقطب من هم لديهم المفاتيح ومن لديهم المعرفة من جميع أجهزة الدولة، وكذلك استخدام أعضاء هيئة التدريس من كافة أنحاء الجمهورية في التعريف بماهية أفريقيا، سواء على كل المستويات، سواء المستوى الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي وهكذا. دكتور محمود، بسأل معالي السفير هشام عسران عن ما تنفذه جامعة طنطا اليوم. قال إن احنا نثمن هذا الدور وسعداء به جدا في وزارة الخارجية، وأدعو كافة الجامعات المصرية إلى أن تحذو حذو جامعة طنطا. شعور حضرتك في هذه الشهادة من وزارة الخارجية؟ طبعا أنا في منتهى السعادة طبعا الحقيقة، وده بفضل وجود رئيس جامعة نشط ويعي ما هي احتياجات الدولة واتجاهات الدولة، وبيترك فرصة للإبداع لجميع من يعمل معه في نفس الفريق، وبالتالي هذا الفريق لا 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 يثني يعني مجهوده في انه هو يعطي لا يلو جهدا، لانه هو لا يتوانى. الحقيقه من ساعه ما جه ماسك رئاسه الجامعه ولا هو بينام ولا بينيمنا معاه. وده امر جميل ان تقفز جامعه طنطا اكثر من 5000 نقطه في مؤشر المستوى العالمي في ظل 9 شهور لرئاسه حضرتك. طيب عايز اخد سؤال اخير من حضرتك. منتدى اليوم هو تمهيد وفاتحة خير للمؤتمر الضخم تحت رعاية معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يناير المقبل، اللي هو مؤتمر منظمة الصحة الإفريقية. كلمة. هو الحقيقة هو تصحيحا هو مؤتمر الصحة الأفريقية، لأن طبعا هي الصحة هي في تعتبر من ضمن المواضيع ذات أهمية خاصة يوليها سيادة فخامة الرئيس. فإحنا في مصر كوادر علمية قوية باستطاعتها أنها تغطي كما غطت دول كتير من العالم العربي، تغطي القارة الإفريقية سواء من ناحية العلاجية أو الصحية. وده الحقيقة هو هذا المبدأ أساسا موجود، ولكن حان الوقت أنه هو تتجمع كل هذه الجدود تحت عمل مؤسسي، عمل منظم له أبعاد استراتيجية ومخططة من قبل، بحيث أنه هو المنفعة تعم على كافة القارة من خلال منظومة مؤسسية. وفي هذا المؤتمر بندعو فيها كافة وزراء التعليم العالي، وزراء الصحة، رؤساء الجامعات المهتمين والمختصين بهذا الشأن، حتى تكون المنفعة أكبر برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لحضرتك. شكرا لك يا فندم. شكرا فندم.